بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إخواني وأحبابي وأعزائي ومتابعينا، متابعين قناة يومية مصر المغرب، تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا بقى عندنا بنعمل لكم الفيديوهات من المحل، ما عندناش مسيرين أصلاً، نقعد في البيت. يعني ما عندناش نقعد في الدار. دينا الناس. و السلام عليكم بعد خمس سنين مع الناس. والله تتوحشناكم وتوحشنا نهضروا معاكم ونديروا اللايفات، ولكن الظروف كما عرفت كنا كنخدموا في المحل، الحمد لله المحل هو تصايب. ايوا مو رمضان الكريم، الصحه والسلامه يدخل علينا وعليكم يا ربي، باش تمنيتوا ان شاء الله وكل واحد يفرح وعطى داكشي اللي بغى، يا ربي يحفظ وليداتكم. طبعا نشكر كل متابعينا، كل اخواتنا واحبابنا في الله، وكل اللي بيشوف فيديوهاتنا وبيعمل لايك عليك، تحياتي له وتحياتي لكل الناس، ونقول اللهم بلغنا وبلغكم رمضان. بالنسبه بقى للجلسه في المحل ونعمل بقى فيديوهاتنا ده بقى في المحل هنا، طبعا نشكر طبعا نورا لان هي وقفت جنبي، عاد خلاص مسامحه في كل حاجه اللي تجلس معايا في المحل. واش غندير؟ والله يعني بصراحة وليت ما بقيت كنخرج، والله كيما قلت لكم بقينا نخرج وبقينا نديروا الفلوقات لا والو، يعني دابا كيقول لي المحل ما خصوش يتسم، حكم عليا في الإعدام. كيقول لك من الصباح كيف كفاك، كيجي محمد كيحل كنفطر في والله الغدا، بالغدا بنجيبو في المحل دابا. وكنمشي هكا بغي نطيب الغدا بالسريع كذا، وكنجي عمر أكثر اللي كنجي الغدا في المحل وكنتغدى. الحمد لله بدا السكر قريبا ليا المحل ديال المياه. لا وفي نورا بقى تعمل كمان، تعمل تفانين ثانيه بقى لو حابين ناكل مثلا اكله تاكل في البيت ولا حاجه، تروح هي مثلا تتغدى الاول وبعد كده تحط لي الاكل على الطاوله، وبعدين تجي لي المحل تقول لي روح بقى اتغدى وتعالى. اروح اتغدى، اروح اتغدى واتوضى بقى كده عشان نجهز صلاه العصر، ويكون ايه كان، وبعد كده هي بقى تيجي في الليل تحيد بقى المواعين بقى وتغسلوا. هذه ستي، هذه ستي المغربيه. تحيات طبعا. هذه المراه المغربيه الحره، اش غنديروا؟ حنا سامحنا في والله الوالده مسكينه هي كتجلس كتجي تشوفني، ما بقينا نخرجوا عند صحاباتنا، ما بقينا يعني هذا التليفون كنهضروا معاهم، يعني هذه الايام راه ما بقيتش كنخرج نهائيا غير في المحل صراحه. راه كنحس براسي جاني الملل وجاني الروتين، بغيت نبدا نخرج شويه لانني عييت من لا بس المحل كل يوم بيتبدل، يعني كل يوم كل ما بتشوفي حاجه جديده في المحل، كل ما بتشوفي مثلا كليان جديده، يعني عاد بيجي لنا وخاص نفوت شويه. الحمد لله عاد بيجي لنا ناس جديده. غطلع لي في راسي ساعه نشوف من الصباح حتى العشيه، تصور والله من كانوا عندي المعلمين شي ما مشي للدار قلت شي حاجه ولا هادي، اجي يعيط لي اجي دابا كنقول له واش يقول لي لا ما واش غنديروا الصبر هذه المراه المغربيه. لا لازم ناخذ رايها برضه، يعني ممكن هي تقلها رايي وانا ليا رايي ونشوف الراي الصح ايه، ماشي يعني برضه لغايه ما نوصل لرايي مزيان. بصراحه شنو نقول لكم، وقتي ولا مكسوب في الحانوت والله في المحل، يعني ولينا دابا النهار كله كنضلوا في الحانوت، كنتينا غير نعاس كنضلوا عيان كما كتشوفوا، ما بقيناش بخاطر نحطوا فيديوهات لان الواحد خاصو يبقى يحل المحل لان الكليان كيمشيو. دابا تقدر تحلي مثلا انا حنا دابا حالين دابا النهار كله، تقدر حتى واحد يجيوك الناس هادي عادي كيصوروا، تقدر في العشيه تحلي، ولكن بالنسبه هذا هو بالنسبه اللي عنده مشروع ديالو الراس، الناس اللي عندهم مشاريع ديالو الراس غيعرف، يعني كيكونوا مكسوبين اكثر من الموظف، مازال الموظف راه كيكون عنده الوقت ديالو، وقته وعنده اليوم الكونجي ديالو، يعني عامل حساباته لكل حاجه. لأن سعيد ولا كيقول لي انا خصني ما عندناش كونجي، ولا كيقول لي ضروري خصني نشد شي نهار ديالي، كيقول لي لا ضروري خصني نجلس شي نهار نولي نجلس فيه. ايوا قلت لي ان شاء الله باذن الله غير شويه المحل يزيد تعرف اكثر واكثر، ونبقاو يجيو عندنا الناس ونبقاو نديرو النهار اللي غنهزو فيه. واش غنديرو؟ الحمد لله على كل حال هذه نعمه. طبعا شكرا نقول لك انا شكرا، وشكرا لكل ست مغربيه طبعا، بتقف مع راجلها وبتقف مع يعني بتسبب في كل حاجه وبتقف معاها. مفيش حال مرة مغربية. لا. أقول الصراحة. ما جو قدام كاميرا. لا مكاينش. ربي ربنا يستر. لا يا ربي هذا، لأن المرأة المغربية هذه هي المرأة المغربية، لأنها ما كتبغي دائما تكون ضامنة مع راجلها مع بيتها، ما تبغيش يعني تبغي راجل يزيد قدام، تبغي توقف معاه. هادشي اللي علمونا والدينا، حنا راه والدينا كبرونا ووقفوا مع رجالاتهم، يعني تربي سهل.
توصلونا، وانت كذلك تحنا داكشي اللي تعلمنا راه حنا كنديروا، داكشي اللي خضرنا عليه راه حنا كنديروا، والحمد لله على كل حال. ودابا غايقول لك سعيد، غايقول لك الناس انت دابا كتروج للمراه المغربيه، وانت الناس كيما لا بيقولوا لا بيقولوا انت واكل السحور، يعني المراه المغربيه زوجتها كان يسحرها لك. قلت له بالعكس، داري انت بعالي، يا مشي انت بيح. انا اللي سحر عليا. انا اللي سحر، لا مشي اللي سحر عليا. انا تبارك الله، انا كنقول ايه. ايوا السحر ماشي. ما فيش حاجه سيبي حاجه اسمها السحر، مع هذه اسمها يعني ايه؟ التعاون مع بعض. زي يعني الحياه، يعني مسيرة الحياة بتبقى صعبة، لازم نصبر مع بعض، لازم نتعاون مع بعض عشان الحياة تمشي. شي الحياة الزوجية راه ما ضحاوش الزوجين بجوج، راه ما يمشيش الإنسان في الخط، ولا الإنسان ما تنازلش، شي واحد يتنازل واحد يتنازل ما تكمليش، لا هذا كيعاند وهذا كيعاند، ولا كل واحد ما تكملش هذيك المسيرة. لازم يبقى يحصل مشاكل، لازم ضروري بس مشاكل. اهم حاجه في الاخر يبقى مع بعض، ونبقى اهم حاجه الانسان ما يكبرش الموضوع. اهم حاجه ما يكبرش، راه كيحصلوا مشاكل بيني وبين ابو احمد ضروري، راه البيوت اسرع ما يمكنش، ضروري. يقول لك على راي المثل المصري، يقول لك مصارين البطن بتتعارك مع بعض، يعني كل واحد يصلي مع راسه، يتعارك المصارين مع بعض. الانسان ما يكبرش الموضوع، ما يدخلش عائلته، ما يدخلش هذا، المهم يبقى داك الشيء بينه وبين المرأة والراجل وكتحل بإذن الله، وغنصبروا واش غنديروا، هذا هو الحياة الزوجية، ما يمكنش راه الإنسان الحياة كلها صعبة. لا بس احنا لا على ساحتك معناها البركة برك الله، لازم ناخذ البركة بتاعك. البركة فك يعني والله ما بقيت صحاباتي كيعيطوا لي نورا، ما بقيناش كنشوفوك نورا، غبرتي علينا. قلت لهم هانتوما كتشوفوا، والله مؤخرا واحد صاحبتي مسكينة حضرت لي، قلت لها خرج بدا خسران، قلت لها راه وليت مشكلة مشطونة، ولا مشيت عليه غير شوية ديال كل أج، لأنه كيكون كيصايب مثلا تليفونات، كيجي شي حد باغي شارجور، باغي شي حاجة، خاصني أنا نوض نوقف معاه، ما يمكنش هو يبغى يكون كيصايب يعني في الميكروسكوب وينوض يبقى يدير باش يهضر مع الكليان. إيوا كنتعاون واش غنديرو، فين غنخليو بس خليته في الزنقة. بس يا ربي يضمر فيه، بس في الاخر شي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، يا ربي حنا ناويين الخير، ويا ربي الله يكمل على خير شي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، وحسن الخاتمة، والله يسعد كل الزوجين، والله يوفقهم يا ربي ان شاء الله. ونقول برضك كل عام وخير لكل ام وكل ست. الام كلبه الام كان امبارح، فنقول لهم كل سنه طيبين، لكل ام ولكل جده ولكل الناس، وكل ما نتمنى يا رب يكون عنده اولاد ربنا يعطيه، ولكل ام متوفيه بالنسبه للام ديالي ولا اي حد عنده ام متوفيه، الله يرحمها ويوسع قبرها ويبدلها دار خير من دارها، ويحسن قبرها وينورها قبرها يا رب، ويجعل مدى قبرها على مدى بصرها، ويغسلها بالماء والثلج والبرد، ويرحمهم كما ربيانا صغيرا. نتمنى والله تكونوا خفاف على قلبكم، وقبلوا علينا وقبلوا على فيديوهاتنا، وما تنساوناش بلي لايك وبالبارطاج، تعاونوا معنا ودعواتكم لنا، لان دعواتكم هي اللي كتوصلنا لاي حاجه. والله انا كنامن بالقضيه مساله الدعاء. ولكن الله لا يغير قوم الا ما بغير ما ينفش. الحمد لله احنا دايما عندنا التغييرات، عندنا الحمد لله، لان بنحب الخير للناس كلها، ومع عمرنا ما نشيل طغينه ولا اي كراهيه من اي حد، وربنا يا رب يعطينا الصحيح، يعطينا الصحه ونشوفكم دايما على خير، وتشوفونا دايما على خير، ونكونوا ضاحكين نشطين ناشطين وبلغنا ويبلغكم رمضان ان شاء الله، والصحه والخير، وتكون سنة سعيدة على الأمة الإسلامية كاملة، كل عام وأنتم بخير. ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وإلى اللقاء، وتصرف في ذو قادم في المحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.